هذا يحدث عندما تؤثر قوة محصلة في أو محصلة في الجسم. وضعنا جميع أجوبة القناة برابط تجدونه في الوصف، يمكنكم التعرف عليه. كذلك هناك تطبيق القناة يمكنكم تحميله إذا أردتم معرفة المحتوى الخاص به من أسئلة وأجوبة، فأجوبة القناة هي هذه، يمكنكم التعرف عليها. فضلا وليس أمرا، إعجاب بالفيديو. قبل أن نمر إلى معرفة الجواب، يجب أن نقوم بوضع تعريف. فالتعريف الذي وجدناه طبعا يوجد على ويكيبيديا، فالقوة المحصلة هي قوة فردية ومعها عزم الدوران، نتجت عن طريق نظام مركب من القوى وعزوم تؤثر على الجسم. طبعا فالقوى المحصلة تكون مساوية في القيمة مجموعة القوى الأصلية المؤثرة. تحد نقطة التأثير للقوى المحصلة مقدار عزم الدوران مترابط مع هذه القوى، وبالتالي فالإجابة الصحيحة هي أن الجسم يبقى ثابت.